واجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية خلال تفقده المقبرة الأثرية والحمامات اليونانية الرومانية بمنطقة أثار أتريب في مدينة بنها، وجه بتحويلها إلى مزار سياحية التي ترجع لعصر الأسرة السادسة والعشرين ووضعها ضمن أجندة البرامج السياحية. وخلال الجولة وجه المحافظ باستغلال بعض من القطع الأثرية لوضعها بميدان مميز بمدينة بنها، ووضع بعض القطع الأخرى بمنطقة أتريب التي سيتم تحويلها لمزار سياحي يليق باسم محافظة القليوبية.